بعديها 26 يناير حريق القاهرة. ما هو 26 يناير ده حريق القاهرة كان الملك عامل حفلة في جنينة قصر عابدين لضباط البوليس في مصر، حفلة بمناسبة المولود الجديد ولي العهد. وعاملين حفلة وبيهيصوا والقاهرة بتولع. مين اللي حرقها؟ لغاية دلوقتي أنا بحثت في الموضوع ده كتير. واتهامات كتيرة وجهت لجهات عديدة، منهم الإخوان وناس تانية. حتى الآن قضية من حرق القاهرة أنا ما زال عندي أوراق، قضية لن تنتهي إلى أي شيء.